القرآن لقوم ذكرى، معجزة الإسلام الكبرى، وهو كلام الله الأعلى، أنزله الرحمن وأوحى، أنزله الرحمن وأوحى، فيه إعجاز لا ينفك، وحقائق علم لا تجحد، نور في الباطن والظاهر، وشفاء للعقل الحائر، وشفاء للعقل الحائر. آيات عن سنن الله في الكون وعن شرع الله، فهموه العرب وحملوه، عملوا بما فيه ونقلوه، عملوا بما فيه ونقلوه. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من أواخر سورة الرعد. يقول الله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فأوعد الله عز وجل أعداء رسله وأعداء دينه ورسالته، أوعدهم بالخزي والنكال والهزائم والعذاب في الدنيا قبل الدار الآخرة. وكان هذه الآيات عند نزولها كان النبي عليه الصلاة والسلام في أشد ما يكون أزمة وضيق وضغط ومحاصرات وإجاعة وتعذيب للمستضعفين للمؤمنين، حتى ألجأوهم إلى أن يغادروا مكة إلى أفريقيا من شدة المطاردة والتعذيب والهوان وكل أصناف العذاب. فكان النبي يطلب من الله تعجيل نصره وإعلاء كلمته ليخلص ويخلص المؤمنون معه مما هم فيه. فكان القرآن ينزل بمثل هذه الآيات: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني بعض ما يستحقون من عذاب يمكن، أو لا نرينك بعض ما نوعدهم وما ينتظرهم من عذاب الله وبأسه في الدنيا فنتوفاك قبل ذلك. فقد يؤخر الله عذاب الكافر، عذاب المعاند، عذاب المستهتر، عذاب المؤذي لأنبياء الله، لرسل الله، للصالحين من عباد الله. قد يؤخر الله مؤاخذتهم، وهذا أمر أشد. وقد الله عز وجل يقاصص ببعض ما يستحقون في الدنيا، ويكون ما بس عذاب الدنيا وحده، يتبعه العذاب والقصاص في الدار الآخرة. قال: هذه ما من اختصاصك ولا بحسب رغباتك يا محمد صلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد.
قال أنت فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نحن اللي من حاسب، ونحن اللي من قاصص، ونحن اللي من عاقب. فقد المذنب المجرم الجاني، سواء كان كافرا، سواء كان فاسقا، سواء كان فاجرا، سواء كان ظالما جائرا، فقد يعجل الله له كل عذابه في الدنيا إذا أراد الله به الخير، وقد يعجل له البعض في الدنيا ويبقي المعظم والجزء الأكبر إلى الدار الآخرة، وقد لا يؤاخذه في الدنيا أبدا. فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يزداد كفرا ويزداد الله عليه إنعاما وعطاء وبسطة في الجسم والصحة والمال والقوة والسلطان، مثل فرعون. فرعون بآخر لحظة الله أخذه من البحر، من الغرق إلى الحرق. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. يعني في عالم البرزخ في حريق وإلى الدار الآخرة. فهذه درس لكل مسلم، المسلم الصادق الحقيقي الذي صار فيه إسلام القلب، صار قلبه مع الله، وصار له إسلام النفس، تزكت وتطهرت نفسه من رذائل أخلاقها وسمت وعلت وارتقت إلى مكارمها الأخلاقية وفضائلها النفسية. ومسلم العلم والعقل، فمسلم الدعوة. فكل مسلم وكل مسلمة بده يبدأ إسلامه من حيث ما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم، بده يبدأه من غار حراء. أصحاب رسول الله ما بدأوا من غار حراء، بدأوا من النبي، فكان النبي كهفهم، وكان النبي حراءهم، وكانوا مع رسول الله الذي هو كهفهم، كما قال تعالى: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. إذا وجد المربي للقلوب فهو الكهف وهو الخلوة. فالارتباط القلبي والحب والروح يجعل المرأة على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل، قل لي من تحب وقل لي ماذا تحب وأنا أقول لك من أنت. فإذا المرشد قال له يدخل في الكهف، والمقصود من الكهف انقطاع القلب عما سوى الله وتفريد وانفراد القلب بالله، ما يكون له تعلق ولا توجه ولا ارتباط ولا تذكر إلا بالله ومع الله. حتى هذا الارتباط القلبي يمحي من قلبه كل ارتباط ما سوى الله عز وجل، الارتباط الحبي. فهذا الارتباط هو معنى من معاني الذكر، هذا معنى من معاني قول المصلي في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هذا معنى من معاني قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إذا كانت هذه الأمور كلها أحب إليكم من الله ورسوله
وجهاد في سبيله. أهل التصوف وقفوا عند أحب إليكم من الله ورسوله وانقطعوا عن جهاد في سبيله، صفوا بالزوايا وبالتكايا فصاروا كرهبان، فمن ذلك ضعف المسلمون والإسلام. ووقفوا عند حد لم يتجاوزوه إلى قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والآن في هذا العصر صار القوة بالعلوم، علوم الحياتية العصرية التكنولوجية التي كانت هي علوم المسلمين قبل 500 سنة وانتقلت منهم إلى الأوروبيين وصارت هي مصدر القوة، حتى وصلوا بتلك العلوم إلى سطح القمر فداسوه بأقدامهم، وبه استكشفوا البترول في قيعان البحار، في قيعان البحار. فبده يكون الله، محبة الله ورسول الله مع جهاد في سبيله. قال إذا لم يكن المسلم على هذا المستوى ولم تكونوا فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، يعني بعذابه، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني إذا ما كان الله ورسول الله الداعي إلى الله المرشد المربي للقلب وللنفس وللعقل وواضع برنامج الحياة، ما كان أحب إليك بعد الله من كل محبوب ومع محبة الله ورسوله جهاد في سبيله، فأنت فاسق وانتظر عذاب الله. وإذا كنت فاسق والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأنه خرج عن هدي الله، خرج عن إرشاد القرآن. فالحب اللي هو عمل من أعمال القلب سمي من يكون الدنيا والدين متساويان في نظره سمي فاسقا. إذا ما كان الدين وأوامر الله وأوامر رسول الله ومحبة الله ومحبة رسول الله وورثة رسول الله مع الجهاد، يعني بذل الجهد والطاقة والإمكان من جسد ومن مال ومن شباب ومن جاه ومن سلطان ومن وقت، إذا ما بتبذل كل ما تملك من طاقة لإعلاء كلمة الله ونشر ثقافة الله كما رسم الله. الله ذكر في سورة الكهف قصة ذو القرنين، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، ففقهاء القرآن من الصحابة والتابعين فهموا أن المقصود من ذو القرنين وقصته في سورة الكهف أن يبلغوا مطلع الشمس في نشر كلمة الله وإعلائها ونشر دين الله ورسالته وإلى المغرب. وهكذا فهموا وعلموا وفقهوا وهكذا عملوا ونفذوا وطبقوا. فالجيوش العسكرية وصلت إلى مصب نهر السن ونهر الكنج بأساطيرهم وجيوشهم، ووقفت الجيوش الإسلامية هناك الحربية العسكرية، لأن الدولة ما بقيت على الإسلام الذي كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام. فقامت جيوش الدعوة والدعاة فزحفوا حتى وصلوا إلى آخر نقطة في المشرق الأقصى، وصلوا إلى أندونيسيا وإلى الفلبينيين، فاجتازوا خاضوا البحار واخترقوا الجبال والصحارى والغابات لنشر دعوة الله عز وجل. فهذا الإيمان. فكان النبي في هذه الآية وإما نرينك
كان يتحمل الأذى والاضطهاد والتعذيب، هو وكل المؤمنين معه، وكان يدعو الله بأن ينصرهم بأن يهلك الأعداء. فالله قال له: هي ما شئتك، قد نهلك وقد نعذب وقد نؤخر وقد نعجل، وإما نرينك بعض الذي نعدهم، مما يدل أنه مستحق العذاب. الله ما بيعطي كل العذاب في الدنيا، ما يراه في الدنيا هذا بعضهم ما يستحق. أو نتوفينك فلا ترى بعض ما نهددهم به، فإنما عليك البلاغ. أنت وظيفتك تبلغ، وفي البلاغ بدك تصبر على كل ما أصابك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هدي القرآن وتعليمه عم بيعلمنا كيف نربي أطفالنا على الإسلام والدعوة إليه. القرآن عم بيقول له للأب: بدك تجيب ابنك كما سيدنا لقمان أتى بابنه وعلمه كيف. قال له: يا بني أقم الصلاة. ما قال له صلي، تكون صلاة مقامة بخشوعها بآدابها بحضور القلب مع الله فيها بتفهم أوامر الله التي تلقى على المصلي، ليكون في الصلاة مبلغاً للأوامر وخارج الصلاة منفذاً للأوامر. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذه الوظيفة في أمامها أشواك، ولكن هذه سنة الله، أمامها عقبات، مشقات، عذاب، تعب، عرق، موت. صحابة ماتوا في سبيل الله، وهذه سنة الله في الوجود. النبي ما صار سيد البشر وسيد ولد آدم بالراحة ولا بالورود ولا بالزهور، فكان أول نبوته كلها أشواك مشى بقدميه عليها، وفي آخر الأشواك زراعة شوكة في الشتاء، بالربيع شو بصير؟ بصير ورد. بآخر النبوة صار نبوة وملكا من حدود الأردن إلى أقاصي اليمن إلى أقاصي الخليج العربي، أمة عربية موحدة سياسة وعقيدة وجيوشا وتربية وأخلاقا، بعدما كانوا طرائق قددة ومذاهب شتى وأديان مختلفة وتخلف وجهل وأمية وخرافات. فما خرج من الدنيا حتى جعلهم علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، ورغم طلب النبي أن ينصر النبي بإهلاك أعدائه قال له لا، قد وقد مثل أبو جهل الله أهلكه، أهلكه قطع رأسه. مين؟ عبد الله بن مسعود كان إجير راعي، أبو لهب من غيظه الله قتله بعد معركة بدر، وفي منهم تاب الله عليه قال له: وإما نرينك بعض، إن يمكن نعاقب البعض وعلى بعض ذنوبهم، أو نتوفينك فلا ترى، نعاقبهم بعد وفاتك، فإنما عليك البلاغ. أنت مو مهمتك ولا مسؤوليتك نعذب أو لا نعذب، نعجل أو نؤخر، وعلينا الحساب. وإذا الله بده يحاسب يا ابني، يا رب دخيلك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
يرى، يرى في الدنيا ويراه في الدار الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، 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 يرى جزاءه، ثوابه، حسابه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. وبالنسبة للمسيء فأذاقه الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر. وفي آية: ولعذاب الآخرة أخزى لو كانوا يعلمون. لكن هل ما عنده علم بالله وبقانون الله وأنه قانون منفذ يحكم لا معقب لحكمه؟ ما أحد يحسن ينسخ حكم الله، يميزه أو يستأنفه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وأمهاتنا، وإلى روح ولدنا زاهر، وخصوصا من كانت هذه التهليلة بسببها وعلى نيتها، آنسها الله ورحمها الله وعوضها الله الجنة. اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر، واغفر اللهم لها كل صغيرة وكل كبيرة وكل جليلة وكل حقيرة، ولوالدينا مثل ذلك، ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا والمسلمين أجمعين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.